نرحب بحضراتكم من جديد. في بداية الحلقة كنا بنتكلم مع حضراتكم على قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفايدة. لسه متابعين مع حضراتكم هذا القرار، وصحيفة نيويورك تايمز قالت كمان أنه بريطانيا زي ما كنا بنقول لحضراتكم أنه هذه الموجة، موجة التضخم، بتواجه موجة عالمية بتواجه العالم كله. وإحنا بنتكلم على بريطانيا، بريطانيا بتواجه هي كمان أكبر موجة من التضخم وارتفاع في الأسعار من 1956. ده بسبب الأزمة العالمية اللي موجودة دلوقتي، مما أدى لارتفاع أسعار الوقود وانخفاض دخل الأسرة. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من الأستاذة ميرفت خليل رئيس اتحاد المصريين في بريطانيا. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وأهلا بيكي معنا. أهلا بحضرتك معنا في صباح الخير يا مصر. أستاذة سوزانة، وصباح الخير على المشاهدين الكرام، وكل عام وانتم بخير طبعا. وحضرتك بخير يا فندم. طيب يعني احنا يمكن لما بنسمع عن التضخم او بنسمع عن وضع اقتصادي بنبقى الى حد ما منشغلين بحالنا، ما بيبقاش مش كتير عنده فكره ان هو يتطلع لما يحدث في الخارج. خلينا نعرف من حضرتك، يعني كلمينا عن موجه الغلاء وارتفاع الاسعار اللي بتشهدها بريطانيا دلوقتي. طبعا احنا ما بنذكر كلمة تضخم، يعني ممكن ناس كتير جدا ما تعرفش يعني ايه تضخم، يعني هم بينظروا لها من منظور اقتصادي، لكن علشان نوصل للمستهلك التضخم هو ارتفاع الاسعار، ارتفاع الاسعار في السوق، يعني ارتفاع تكلفة المعيشة. التضخم في بريطانيا كان له اسباب عديدة طبعا، واولا البريكسيت، اول ما حصل البريكسيت او الخروج من الاتحاد الاوروبي، فكان عندنا مشكله جامده جدا اللي هي حصل شورتج، او حصل ان ما بقاش عندنا سائقين النقل الثقيل اللي هم بينقلوا من بلاد اوروبا لهنا، لان معظمهم كانوا تقريبا من دول اوروبا، واول ما حصل الخروج من الاتحاد الاوروبي رجعوا بلادهم تاني، بالاضافه للتكدس، لان بقى حصل في دلوقتي الجمارك ولازم السيارات النقل تقف في الجمارك، فبقى في تاخر شديد جدا في وصول المواد الغذائيه. تاني حاجه طبعا احنا عارفين موضوع الجلوبال وورمنج، الاحتباس الحراري اللي هو اثر على الزراعات في جميع الدول لتغيير درجات الحراره. جاء بعدها الكوفيد، وطبعا احنا بقالنا سنتين في بانديميك كبيره جدا جدا اثرت على العالم كله مش على بريطانيا بس. واخر حاجه طبعا هي حرب اوكرانيا اللي عملت الارتفاع في سعر الوقود بشكل جامد جدا، الا في المواد الغذائيه وخصوصا القمح والذره اللي هم كانوا، اوكرانيا بتعتبر المصدر، مش عايز اقول الرئيسي ولكن المصدر الكبير لهذه المواد الغذائيه ان هي تيجي انجلترا، فارتفع طبعا الاسعار بشكل ملاحظ جدا، اثر على يعني اثر على الاسره نفسها. اما السعر يعني اي اسره تروح تعمل المشتريات بتاعتها تقريبا زاد النسبه حوالي 5.9%، في نفس الوقت دخل الاسره نفسها مش بيزيد، ودي طبعا كانت يعني بتعتبر من اكثر الاوقات ازمه كبيره جدا. أيوه. استاذ مصطفى اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. طب انا عايز اخد حضرتك لهذه النقطه يا استاذ ميرفت. تأثير ده على الشارع البريطاني عامل ازاي؟ يعني السوبر ماركتس، الفيش اند شيبس، الوجبة الأهم في بريطانيا، الشارع، التعامل، الأسعار، اوصف لنا يعني أكيد مشاهداتك عاملة ازاي؟ أكيد مختلفة يعني، يعني مش يعني بغض النظر عن كل الأرقام اللي قلناها، ربما أنا عايز أوصل للحالة المجتمعية جوه المجتمع البريطاني عاملة ازاي؟ الحالة المجتمعية يا فندم، يعني أنا أحب أقول لحضرتك طبعًا إن الناس عندهم مشكلة جامدة جدا، لأن المرتبات مش بترتفع بنفس ارتفاع بنسبة ارتفاع الأسعار أو الوقود، وزي ما بيقولوا it has to carry on، الناس لازم تعيش، فبقى في طبعا مشكلة جامدة جدا بالنسبة للناس. دلوقتي بقى عندهم داوت، هل هم، لان احنا عندنا انتخابات، يعني احنا في دلوقتي عندنا انتخابات للحكومه، هل هم يستمروا في انتخاب الحكومه نفسها او لا؟ الفود بانكس زي بنك الطعام عندنا في مصر، الفود بانكس بقت في طوابير واقفه قدام الفود بانكس عندنا، يعني بعض الكنائس بتبقى عامله الكلام ده وبتخدم حوالي كل شهر لا يقل عن 5000 اسره
بيبقوا واقفين مستنيين ان هم ياخدوا انواع من الاغذيه بدون مقابل، لان دي طبعا بالنسبه لهم المعونه الحكوميه الفلوس. لا هي مش معونه حكوميه، هي بيبقى فيه يعني في تبرع من البيوت بتوزيها الكنائس، والكنائس بتبتدي ان هي توزعها على الاسر الاكثر احتياجا. فطبعا الموضوع ده يعني ما كانش معمول حسابه، ما حصلش في انجلترا زي ما الاستاذه جمانة ذكرت من 1956. الارتفاع بهذا المعدل لم يحدث من 15 سنه، ان السلع الغذائيه ترتفع بهذا الجنون. طبعا ضغط غير مسبوق على الاسر، بالاضافه طبعا لارتفاع اسعار الطاقه، يعني اللي عايز يروح شغله بالعربيه طبعاً. هو مضطر يروح الشغل بالعربيه طبعا، يعني ولازم يحط فيها بترول، والاسعار دي بقت غاليه جدا. زي ما استاذ مصطفى ذكر طبعا الفيشن شيبس من اللي هي او انواع الاسماك دي من الاكلات المشهوره جدا في بريطانيا. احنا بقى عندنا نقص في الزيت طبعا، لان البذور اللي بينتج منها الزيت معظمها بتيجي برضو من اوكرانيا وروسيا، وده بالظبط كده. وده يعني يعني يخلينا نفكر نعمل برين ستورمنج كده، طيب الدول دي ما فكرتش ازاي ممكن يحصل عندها اكتفاء ذاتي؟ وده في الحقيقه بيخليني اشيد بالفكر اللي ماشي بيه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني كلنا اما شفناه يوم 21 ابريل اما كان في بدء موسم حصاد القمح في توشكا، كان منظر رائع جدا وبيورينا ازاي ان يعني مصر اذا ما كانتش الدوله الوحيده فهي من الدول القليله جدا اللي بتفكر، يعني عايزه اقول 10 سنين قدام، لان المنظر اللي احنا شفناه في موسم الحصاد ان في شورتج او في قله في القمح في بلاد كثيره جدا، واحنا عندنا ما شاء الله يعني عندنا موسم حصاد كبير، غير طبعا الصوامع اللي كانت قبل كده برضو وكلها مليئه بالغذاء ومليئه بالقمح اللي هو ممكن ما يخليش مصر محتاجه او يحصل فيها نفس المشكله. صحيح. فيمكن ان احنا بنذكر ايه اللي بيحصل في بلاد العالم، مش بس انجلترا زي ما استاذه جمانة ذكرت، في امريكا برضو، في المانيا، في فرنسا. فرنسا الارتفاع يعني سعر زجاجه البيت كانت مثلا 1 يورو او 1.5 يورو، دلوقتي وصلت ل 8 و9 يورو، ده لو لقوها يعني مش صحيح. بس لا يعني بنتكلم في نسب تضخم، يعني انجلترا التضخم وصل ل 7%، في امريكا 8.5%. طيب استاذه ميرفت، يعني حضرتك ذكرتي تحدثتي عن التضخم وتحدثتي عن حاله الشارع، وانه بالفعل الناس ما بين ارتفاع في الاسعار وما بين نقص كمان في السلع الغذائيه، ازاي هم الشارع البريطاني، ازاي المواطنين بيتعاملوا مع هذا الموقف؟ المواطنين طبعا يعني زي اي مواطن طبعا بيعترضوا، الظروف مش عاجباهم، بيضطروا ان هم يقللوا استخدامهم، لان يعني ويقللوا معدل الصرف. ما هو برضو اما البنك رفع سعر الفايده لحد تقريبا اعتقد 0.75 يعني 0.75%، يعني هو بيشجع الناس على انهم يدخروا. اما ترتفع سعر الفايده بيشجع المواطن على انه يدخر وان هو يصرف قليل، فيبتدي يعادل معدل التضخم اللي عنده. ده الهدف بتاعهم ان هم ينزلوا بمعدل التضخم ل 2%. ولكن يعني في التزامات للحياه اي شخص عايز يعملها، وطبعا الناس بتلاقي مشاكل دلوقتي بقى الموضوع يعني بيقللوا مشترياتهم جدا، وده طبعا بيأثر على اي بزنس، بيأثر طبعاً. على اي عمل، بيأثر على نسبة الشراء، المحلات بتبقى فاضية، الحاجات اللي هي اللكشري زي ما الحاجات يعني الرفاهية، الحاجات الرفاهية ان واحد ينزل يشتري ملابس لاولاده او هو يشتري ملابس او يطلع رحلات او كذا او كذا، لا طبعا بدأ فيه تبقى فيه مشكلة في العملية دي. فلا لو طالعين مثلا رحلة السنة دي او اجازة، لان دي من الحاجات الاساسية في دول اوروبا، ان كل اسرة بتحاول ان هي يعني تنظم وقت ان هي تطلع فيه رحلة مع اولادها او مع العيلة. لا طبعا بقى الكلام ده بيبصوا عليه جدا، اسعار الطيران بدات تبقى مرتفعه جدا، فبداوا يفكروا طب احنا ممكن نروح مكان في نفس البلد اللي احنا فيه.
فيعني الأسرة بدأت في حالة من اللي هي عدم الاستقرار علشان الماديات طبعا، ودي حاجة يعني في كل العالم تقريبا. طيب الأسباب اللي قالتها الحكومة الإنجليزية هناك إيه؟ هل بوريس جونسون طلع في تصريح وتحدث مع المواطنين البريطانيين وقال لهم يا جماعة إحنا في أزمة وهتحصل هيحصل ارتفاع في أسعار المواد الأساسية؟ يعني كيف خاطبت الحكومة عندكم داونينج ستريت زي خاطب الشعب وقال له أو صرحه بهذا الأمر، وإزاي تفاعل الشارع مع القرارات الحكومية دي؟ طبعا بوريس جونسون، ويمكن يعني احنا كلنا بناخد بالنا من الجزء ده، ان هو بيحاول يصدم الشعب بكل الحقائق. يعني لو نفتكر وقت كورونا اما طلع قال يا جماعه ناس كتير هتموت وكبار السن يعني حاولوا تودعوهم، فطبعا دي كانت ماساه بالنسبه لناس كتير جدا، ولكن قال الكلام ده. برضه في نفس الوقت هو يعني هو طلع وقال ان الحرب اوكرانيا وروسيا هتسبب مشاكل كثيره جدا، السانكشنز اللي عملوها على روسيا طبعا قالوا السانكشنز اللي هي يعني وقفوا عنهم حاجات، وقفوا التعامل معاهم في حاجات، وقفوا البنوك ووقفوا الاستيراد، فقال ان ده هيأثر على السوق الانجليزيه. هو بيعيد كل المشاكل اللي حصلت طبعا، بغض النظر عن كل اللي انا ذكرته من البريكسيت والاحتباس الحراري والكوفيد، بس هو بيعيد كل الكلام ده للحرب بين روسيا واوكرانيا، بيحاول ان هو يدعم اوكرانيا. طبعا احنا لسه يعني امبارح او اول تقريبا مدهم حوالي 300 مليون باوند استرليني على اساس ان هو يدعم يعني هو مش هنقول بيدعم الحرب، ولكن ان هو بيساعدهم على اساس الانفيجن اللي بيقولوا روسيا عملتها. فهو بيعيد كل الكلام ده لحرب اوكرانيا، بيطلع بيعمل من مجلس الوزراء بيعمل لقاءات وبيتكلم وبيقول ان دي الحقيقه وان احنا الاسعار هترتفع. طيب عندنا استاذه ميرفت، بما ان حضرتك تحدثتي عن اللقاءات، خليني اسال حضرتك اخيرا، يعني ايه المتوقع في الفتره الجايه؟ ما المتوقع من بنك انجلترا؟ ما المتوقع من الحكومه؟ بنك انجلترا يعني لا يستطيع بنك انجلترا فعل اي شيء حيال هذه المشاكل الان. كل الامداد العالمي او اسعار الطاقه التي ترتفع والتضخم، لا اعتقد ان البنك يستطيع عمل اي شيء غير ان هو رفع سعر الفايده، وما يعني ولازم يعني سعر الفايده برضه يتم رفعه بحذر شديد جدا، وما بيتوقعوش ان في خلال العامين اللي جايين على الاقل ان هيبقى في تغيير مفاجئ للكلام ده. يتمنوا ان بعد عامين ان الظروف تتحسن قليلا، لان هم بيعتقدوا انه مش معقول يعني ان ستستمر الحرب لاكثر من هذا الوقت. ولكن دي طبعا كلها توقعات، ما فيش حاجه فيها ثابته ان يقدروا يقولوا احنا عندنا فيجن معينه نقدر نستخدمها في السنتين على الاقل القادمين. مفهوم. نشكر حضرتك جزيل الشكر الاستاذه ميرفت خليل رئيس اتحاد المصريين في بريطانيا، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. يعني زي ما سمعنا كده يا مصطفى الحقيقه واستاذه ميرفت بتتكلم، الوضع في بريطانيا في غلاء في الاسعار، في اصلا نقصان في المواد الغذائيه، الناس او المواطنين بيعانوا جراء هذا التضخم، زي ما قلنا لحضراتكم هذا التضخم عالمي، ده واحد من اسباب موجة التضخم دي الحروب. ده طبعا زي كمان ما سمعنا استاذه ميرفت بتتكلم انه بوريس جونسون بيرجع طبعا حاله التضخم دي للحرب الروسيه الاوكرانيه. احنا الوضع عندنا ايه كده؟ زي ما انت كنت بتتكلم احنا مش بنبعزل عن العالم، صحيح في بعض الارتفاع في الاسعار، لكن عندنا نقطه مهمه جدا جدا لازم نركز عليها، احنا ما عندناش اي نقصان في المواد الغذائيه الحمد لله. ده بيرجع لايه؟ بيرجع انه في الدوله قادره توازن ان هي يبقى في منافذ تموينيه لكل السلع باسعار مناسبه. دي نقطه مهمه جدا جدا استاذه ميرفت، وهي بتتكلم تحدثت انه مصر دلوقتي بتحاول انها توصل لاتفاق ذاتي مش بس من القمح لكن من سلع كتير جدا، سلع استراتيجيه، صناعات، حتى لو هنتكلم عن المكونات المحليه والتكميليه لصناعات كتير جدا، ودي نقطه مهمه جدا.